تاع تفريط قلت ف ايه إيه الله يحفظك، الفريت صراحة هذه وصفة على الوالدة، ايه وهي من 5% سهلة بزاف. كناخدو البطاطا أحسن تكون بطاطا بيضاء، وتكون ايه بطاطا جديدة، يعني مثلا نمشي للبطاطا نتقدو بطاطا جديدة، يعني بطاطا بيضاء واخ هي وخاصة الحل القلي الوقيتة اللي كتبقى مدة الفو مثلا هي كتلوى، وفاش كتلوى كتولي غير صالحة للقلي، الوقيتة اللي غنديروها غادي تلوى لنا مرتين. مزيان، يعني ناخدو بطاطا البيضاء وتكون جديدة، أيه في تكون التقلية جديدة واخا. هاد البطاطا هادي كنقصروها ونقادوها نغسلوها مزيان، نقطعوها هذا نقطعوها أصابع، طوال يا صابع، أيه هي أصابع رقاق أها هما بين 6 مليمتر، أيه ديال 6 مليمتر هي المهمة بزاف، أن أها البطاطا تقطع رقيقة باش تسيسها دغيا دغيا. أه كنديروها في الماء عادي مع شوية ملح، وكنخليوها نص ساعة تلت ساعة، الملحة أها في الماء عادي والبطاطا ديالنا تما، نخليوها واحد الساعة أيه تما كاملة. واخا هذا هو السر المهم صراحة اللي كيخليها تقرمش. أيه بحال كنلقطوها في الماء والملح ساعة. اي منك عملية صراحة كيميائية صراحة مدروسة، صراحة أها الطبيعة واخ قلبت لها من بعد ولقيتها مدروسة، بأن ديك الملحة كتنفع بحال اه النزامات اللي كاينين في البطاطا، كتخليه ام يفوت لداخل ويلويها، فهمت ام كيفاش؟ وعاوتاني كيخرج منها النشا، كيخرج منها النشا اللي فيها بزاف، ايه لف غالبا البطاطا كيخرج واحد الكونتيتي ديال النشا اللي غتخليها تلوى. اوه عندنا هذا كناخدو الكمية اللي غنطيبوها اللي كنصفيوها مزيان، وكنضيفوها في الزيت، الزيت أهم حاجة تكون، أول حاجة هي سخونة، ثاني حاجة العافية تكون مجهفة، تكون مجهفة بعد ايه دغيا دغيا يطيب، يفوت تحت الماء يبدا يطيب، هذا راه فعلا مش أهم مشرب حاجة. الزيت. أيه واخا كيبقى هو كيبقى مقرمش، أنا واخا يبقى تما تغطي ولا شي حاجة ما تخافش عليه تلقاه مقرمش، أهم حاجة البطاطا تكون رقيقة.